بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة التقييم الثالث على الوحدة الثانية. قارن باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. العدد الأول 6985 و 5973. أول حاجة بعد الأرقام، هنا أربع أرقام وهنا أربع أرقام، نبص الأكبر خانة، هنا ستة وهنا خمسة، يبقى الستة أكبر، يبقى 6985 أكبر من 5973. السؤال اللي بعده، هنا ستة أرقام وهنا ستة أرقام، نبص الأكبر خانة، هنا أربعة وهنا أربعة، هنا تمانية هنا تمانية، هنا تلاتة هنا خمسة، يبقى الخمسة هي الأكبر. يبقى الأكبر 485,632. السؤال اللي بعده، هنا 6 أرقام وهنا 6 أرقام، خانة الألوف 137 خانة الألوف 137,000 والعدد الثاني 137,000. الوحدات 518 518، يبقى العلاقة بينهم يساوي. السؤال اللي بعده، 3700 العدد الثاني 362 10 10، يبقى نزود للعدد صفر، يعني 3620. هنا اربع ارقام وهنا اربع ارقام، بس هنا 37 وهنا 36، يبقى 37 اكبر، يبقى 3700 اكبر من 3620. السؤال اللي بعده، 500005 نكتبها الأول بالصيغة القياسية، 500005 العدد الثاني 50005، يبقى 500000 أكبر من 50000. السؤال اللي بعده، 52367 خمس أرقام، العدد الثاني 9863 أربع أرقام، يبقى الخمس أرقام أكبر من. السؤال اللي بعده، 64405 خمس أرقام، 64504. لو بصينا لخانة المئات هنلاقي خانة المئات في العدد الأول أربعة وفي العدد الثاني خمسة، يبقى الأربعة أصغر من الخمسة، يبقى 64405 أصغر من 64504. 140 100 140 100، المية فيها صفرين، يبقى نكتب المية واربعين ونزود صفرين. 70000، يبقى نكتب السبعين ونزود تلات اصفار، لأن ألف يعني تلات اصفار. يبقى العدد الأول 14000 والعدد الثاني 70000، يبقى 70000 هي الأكبر، يبقى 14000 أصغر من 70000. السؤال اللي بعده، 50000 وهنا 500 100، 50000 يعني ننزل الخمسين، وكلمة ألف معناها تلات أصفار، 500 100 ننزل الخمسمية، ومئة يعني صفرين، يبقى 500 100 يعني 50000، و50000 يبقى العلاقة بينهم يساوي 300,500 يعني 300,500، وهنا 300,050. لا، و500 يبقى أكبر، يبقى 300,500 أكبر من 300,050. السؤال اللي بعده، نشاط 9، أكمل بكتابة مسألة جمع متكرر ومسألة ضرب. نلاحظ المصفوفة الأولى عبارة عن صفين وكل صف فيه 7 أعمدة، يعني الصف في كام؟ في 7، يعني 7 زائد 7 هتساوي 14، يبقى دي مسألة الجمع. مسألة الضرب، نضرب الصفوف في الأعمدة، أنا عندي صفين و7 أعمدة، يبقى 2 في 7 بتساوي 14. التمرين اللي بعده، عندي كم مجموعة؟ 4 مجموعات وكل مجموعة فيها 3، يبقى الجمع المتكرر هنجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، الإجابة 12. مسألة الضرب، عندي كم مجموعة؟ 4 وكل مجموعة فيها 3 عناصر، يبقى 4 في 3.
بتساوي 12. المسألة الأولى تلات مجموعات وكل مجموعة فيها خمسة. الجمع المتكرر هنجمع 5 + 5 + 5، الإجابة 15. مسألة الضرب هقول تلات مجموعات وكل مجموعة فيها 5 عناصر، يعني 3 × 5 = 15. التمرين اللي بعده، عندي 3 صفوف وكل صف فيه 6 عناصر، يبقى هنجمع 6 + 6 + 6 3 مرات، الإجابة 18. مسألة الضرب، بنضرب الصفوف في الأعمدة، يعني هنضرب 3 × 6، 3 × 6 بتساوي 18. أكمل ما يلي، عندي مصفوفة، إيه المطلوب؟ عدد الصفوف، عدد الصفوف 1، 2، 3، 4، عدد عناصر كل صف 1، 2، 2، يبقى العدد الكلي هنضرب 4 × 2 = 8. المصفوفة اللي بعدها، عدد الأعمدة 1، 2، 3، 4، 5، عدد العناصر في كل عمود 1، 2، 3، 4، 5، 6، يبقى عدد الأعمدة 5 وعدد عناصر كل عمود 6، العدد الكلي 5 × 6، الإجابة 30. ارسم مصفوفة حسب مسألة الضرب تحقق خاصية الإبدال 5 × 6، يعني عايزين نرسم مصفوفة 5 صفوف و6 أعمدة، 1، 2، 3، 4، 5، 5 صفوف 6 أعمدة، عند عمود 2، 3، 4، 5، 6. المصفوفة التانية هنعمل إبدال، يعني عايز 6 صفوف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وكم عمود؟ 5 أعمدة، آدي عمود 2، 3، 4، 5، يبقى 5 × 6 بتساوي 30، الإبدال هتبقى 6 × 5 بتساوي 30. ارسم مجموعات تحقق خاصية الإبدال في الضرب، ثم اكتب مسألة الضرب. المصفوفة الأولى عبارة عن مجموعتين وكل مجموعة فيها 4 عناصر، هنبدلهم، هنعمل 4 صفوف وعمودين، يبقى مسألة الضرب، عندي مجموعتين يبقى 2، كل مجموعة فيها 4 يبقى 2 × 4. المصفوفة التانية اللي بتحقق خاصية الإبدال، عندي كام صف؟ 4، وكم عمود؟ 2، يبقى 2 × 4 بتساوي 4 × 2، الإجابة 8. المصفوفة اللي بعدها، عندي مجموعتين وكل مجموعة فيها 5 عناصر، يبقى أنا هعمل 5 مجموعات وكل مجموعة فيها عنصرين، يبقى مسألة الضرب 2 × 5 بتساوي 5 × 2، والإجابة 10. رتب تصاعديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. أول حاجة بنعد الأرقام، أول عدد 6 أرقام، العدد الثاني 6، الثالث 6، الرابع 5، والأخير 6. يبقى عندي في عدد أصغر عدد 98623، لأنه كم رقم؟ 5 أرقام. بعد كده نبص للأعداد اللي باقية، نبص لأكبر خانة 6 1 1 6، أصغر حاجة الواحد 142000 وعندي 143000، يبقى 142000 الأصغر، يبقى هي تاني عدد، وبعدين 143000 بعدها، يبقى باقي عندي 654000 و645000، الأصغر 645312، وأكبر عدد 654321.
إن شاء الله الدرس القادم الدرسين 21 و22. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.